استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قصر الصفرية هذا اليوم الموسيقار العالمي أندري ريو وعددا من أعضاء أوركسترا يوهان شتراوس، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهم للبلاد لإحياء حفلة موسيقية. وأشاد جلالته بما حققه الفنان أندري ريو من شهرة عالمية بتقريب الموسيقى الكلاسيكية من ملايين الأشخاص حول العالم، وما يتميز به من موهبة فنية راقية في الأداء والعزف. وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة لإسهامات الموسيقار أندري ريو في إثراء الموسيقى العالمية وما يقدمه من أعمال موسيقية وفنية متميزة في جميع أنحاء العالم، فقد تفضل جلالته حفظه الله ورعاه بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى، متمنيا له ولمرافقيه دوام التوفيق والنجاح في زيارتهم للمملكة وقضاء أوقات سعيدة. وقد أعرب الفنان أندري ريو عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على منحه وسام البحرين وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدا سعادته بزيارة المملكة وإقامة الحفل الموسيقي. هذا وتتشرف مملكة البحرين باستضافة عازف الكمان الشهير أندري ريو وأعضاء أوركسترا يوهان شتراوس للمشاركة في النسخة 17 من ربيع الثقافة البحرين، حيث سيصعد على خشبة مسرح الدانا في المملكة لتقديم مجموعة من أعماله الكلاسيكية. وحاز أندري ريو على أكثر من 480 جائزة بلاتينية وثلاث جوائز بريطانية كلاسيكية، كما يعتبر أحد أكبر الفنانين الجائلين في العالم. وتقديرا لإنجازاته تفضل جلالة الملك المعظم بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى. In recognition of his achievements, His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa will award Andre Rio the Order of Bahrain First Class in appreciation of honoring the kingdom with his presence and incredible talent.